بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بطاعته وكلفنا بعبادته وأهلنا لمعرفته، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من بعث رحمة للعالمين، أشرفنا وأسعدنا حبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا رسول الله الأكرم ونبيه الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، ونحن في هذا الشهر العظيم، ونحن في هذا الشهر المبارك. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتكئ على أداتين في إطار تكامل الإنسان. أما الأداة الأولى فإنما هي أداة الصبر، وأما الأداة الثانية فإنما هي الصلاة. والصبر إنما هو قمة الأخلاق، والصلاة إنما هي قمة العبادات، فجاءت هاتان القمتان لكي تتعانقان مع بعضهما البعض. وعندما قال الله عز وجل إن الله مع الصابرين، فبين بأن الله مع أولئك الذين صبروا وجاهدوا أنفسهم. في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: أهلاً بمن رجع من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل: وما هو الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس. ألم يقل سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. خير ما يقوله الإنسان في أوقاته كلها، وبالأخص أثناء المصائب، أن يقول ما علمنا الله أن نقوله: إن لله وإن إليه راجعون. وإنني أجد بأن هاتين الكلمتين إنا لله إنما هما تعريف جامع مانع للصبر، لأن الصبر في حقيقته هو شعورنا بالمملوكية لله سبحانه وتعالى. فعندما نشعر بأننا مملوكون لله فلن نعمل إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. للمالك له الحق أن يتصرف في مملوكه كيفما يشاء. في واقعنا الاعتباري أيها السادة، أحدنا يدعي بأنه يملك أرضاً أو سيارة أو بيتاً أو إلى آخر ما هنالك، وفي الحقيقة نحن لا نملك شيئاً، وإنما نحن مستخلفون على ملك الله سبحانه وتعالى، بقول الله: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لأن العلاقة ما بين المالك وما بين المملوك بأن المالك يبقى وبأن المملوك يفنى، وبأن المملوك يستمد وجوده من المالك. وهذه القاعدة لا تنطبق إلا على الله من جهة وهو المالك، وعلى خلقه من جهة أخرى وهم المملوكون، لأن الوجود يستمد وجوده من الله عز وجل، ولأن كل شيء فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا كنا في واقعنا الاعتباري
ندعي بأننا نملك، فنحن نجيز لأنفسنا أن نتصرف في مملوكنا كيفما نشاء. أليس للمالك الحقيقي وهو الله عز وجل أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء، مع العلم بأن الله عز وجل حكيم، والحكيم لا يصنع إلا ما هو الأصلح. قد يخفى هذا الصلاح عنا، ولكن علمه بيد الله سبحانه وتعالى. هكذا أيها السادة، فقد علمنا الله عز وجل أن نقول إنا لله، أي نحن مملوكون لله سبحانه وتعالى. عندما نصل إلى هذه الدرجة من القناعة، فنحن نكون قد وصلنا إلى درجة الصبر، إذ أننا نرضى بكل ما يأتي من عند الله عز وجل، على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. والإنسان في حياته الدنيا هذه إنما هو كائن مبتلى ومصاب ومختبر، ولكن الأمر لا ينتهي هنا أيها السادة. الأمر ينتهي عندما قال الله وإنا إليه راجعون، لأننا جميعا صائرون إلى الله عز وجل لكي يحاسبنا على أعمالنا، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. الإنسان مبتلى ومصاب ومختبر وممتحن، فطوبى لأولئك الذين يصبرون على هذا الامتحان الإلهي لكي يصلوا إلى درجة الفوز، لكي يصلوا إلى درجة النجاح، لكي يصلوا إلى درجة الصلاح. وعندما قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، في هذه المحنة التي تعصف بوطننا الغالي، هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا نتيجة لتلك المؤامرة العالمية التي حيكت ضد هذا البلد، لا لأجل شيء إلا لأنه يتساوق مع قيم الخير ومع قيم الفضيلة. ألم نصل إلى هذه المرحلة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم ونقول أي والله لقد وصلنا، ولكن ما يجب علينا هو أن نصبر، والصبر إنما هو مفتاح الفرج. هذا الصبر الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وذلك عندما قال الصبر ثلاثة، فصبر على الطاعة، وصبر على المصيبة، وصبر عن المعصية. هذه النماذج الثلاث نقرأها في كتاب الله عز وجل. أما الصبر على الطاعة فنقرأه في قصة سيدنا إسماعيل سلام الله ورضوانه عليه، والصبر على المصيبة نقرأه في قصة سيدنا أيوب سلام الله ورضوانه عليه، والصبر عن المعصية نقرأه في قصة سيدنا يوسف سلام الله ورضوانه عليه. أيها السادة، فلنصبر، والصبر هو مفتاح الفرج، ويجب علينا أن نصبر لكي نرتقي. في حديث أمير المؤمنين الإمام علي كرم الله وجهه، وذلك عندما قال الله عز وجل خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان كليهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. ولن نصل إلى تلك الدرجة السامية أن نكون أفضل من الملائكة إلا بالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا من الصابرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.